صبر زين وبيمك ظالة ثنتين، تكسب جميل وتاخذ الحق وافي. دائما بنسمع هذا المثل بحياتنا وما بنسمع بنعرف شو قصته، انه كان في احد التجار بيسافر كثير لاغراض التجاره، وبيوم من الايام سافر وبالبلد اللي راح عليها كان في عجوز قاعد على جنب الطريق، مرق من جنب العجوز، العجوز بيحكي بردد كلمه جمله دائما هيك كل شوي بيرددها، الصبر زين الصبر زين الصبر زين. فاستغرب فراح على عند العجوز ساله شو قصدك بالصبر زين، يعني انا بعرف شو يعني صبر زين بس ليش تحكيها؟ حكى له صبر زين وبيمك ظالة ثنتين، تكسب جميل وتاخذ الحق وافي. بس هذا الحكي حكى له اياه العجوز، ترك العجوز وراح. بعد ما مر اسبوعين ثلاث على تجارته بهاي البلد قرر يرجع على بلده، خلص تجارته ورجع على بلده. كان تارك في البيت عيلته واولاده وعندهم كلب مربينه بالبيت. فتح باب البيت دخل لقى الكلب كله دم وفي سمه قطع من اللحم. فانجن فكر انه الكلب انه قتل اولاده هيك، طال المسدس ودخل الكلب. ودخل على البيت جوا لقى كل اولاده متجمعين في مكان معين وفي قدامهم حيوان مقتول. فهو بساعتها استغرب، عرف انه ايش هو اللي صار معه، انه قتل الكلب، الكلب كان يدافع عن اولاده. فذكر المقول اللي قال له اياها الحجي العجوز الكبير، انه الصبر زين وبما يقضى الثنتين، بتكسب جميل وبتاخذ الحق وافي. لما بدنا نطبق هذا المثل على ارض الواقع نقدر نحكي انه كثير بنشوف تصرفات من الناس، بنتعامل مع ناس بنشوف انهم تصرفات غلط، ممكن هاي التصرفات تكون صح بنظرهم وغلط بنظرنا، واحنا نفسرها على كيفنا، وبالحالة هاي احنا بنكون حكمنا عليهم حكم مسبق. عشان هيك ما لازم نتسرع ونحكم على الناس من مجرد موقف.